اكبر خطأ ارتكبه انتر ميامي في تقديم حفل ميسي. ميسي له تأثير جامد جدا على النادي وعلى 20,000 اللي كانوا حاضرين، ولكن الصحفي هوراسيو اخدنا الحتة بعيدة جدا محدش ركز فيها. هوراسيو قال خلال تصريحات عبر اذاعة كادينا سيري الاسبانية ان ميسي كان هو النجم لوحده في الحفل. طب وده ايه المشكلة يا عم موك؟ المشكلة حضرتك ان بوسكيتس كان موجود لانه ما اخدش حقه، اتكروت بمعنى اصح. انا الصراحة رأيي من رأيه. وقال الصحفي كان المفروض نادي انتر ميامي يحترم تاريخ بوسكيتس اكتر من كده ويقدمه في يوم لوحده خالص حتى لو كان بدون جمهور. فقال انت ابو الكباتن مع ام ضد تصرف انتر ميامي. كريستيانو رونالدو يعلنها لن اعود الى اوروبا مره اخرى في تصريحات صحفيه بعد مباراه النصر وسيله فيجو الوديه. وقال رونالدو لن اعود الى لعب كره القدم في اوروبا، الباب اتقفل تماما بالنسبه لي. وكمل ان كره القدم الاوروبيه فقدت الكثير من جودتها وان الدوري الانجليزي في حته وباقي الدوريات في حته تانية. وكمل وقال ان الدوري السعودي افضل بكتير من الدوري الامريكي وان في خلال سنين قليله بس هتلاقي كل نجوم العالم في الدوري السعودي. فياريت يا ابو الكباتن انت قيم لنا تجربة انتقال كريستيانو رونالدو الى السعودية كام من 10؟ بند غريب في عقد امام عاشور مع الاهلي. الاهلي اتفق مع نادي ميتلاند الدنماركي للتعاقد مع امام عاشور لمدة 5 مواسم مقابل 3 مليون يورو و 350,000. المفاجأة بقى ان امام عاشور تنازل عن 400,000 دولار من مستحقاته، والاهلي قرر الغاء بند نسبة المشاركة في العقد كنوع من المكافأة للاعب على التزامه ان هو وقع للنادي. بالرغم من كل العروض اللي جات له، النادي الاهلي ماشي مبدأ اللي يشترينا نشتروه. 3 لاعبين من ريال مدريد هنتخلص منهم وفي المقابل هنبدلهم ب3 لاعبين هيفيدوا الفريق جدا، ودي سلسله بنعملها على كل الفرق. تقدر تقول كده يا ابو الكباتن احلام العصر، يعني ملهاش علاقه بالواقع خالص زي ما انت هتشوف دلوقتي. اول لاعب هنمشيه من ريال مدريد هو مندي الظهير الايسر، وتاني لاعب هنمشيه هو لوكاس فاسكيز، وتالت لاعب هو خيسوس فايخو من خط الدفاع. وهنجيب مين بقى يا ابو الكباتن؟ في خط الدفاع برضه هنجيب دي ليخت من بايرن ميونخ، لاعب جامد كده وعنده جرينت، وهندعم في مركز الظهير الايسر، وهنجيب روبرتسون من ليفربول، هيفرق جدا مع الريال. اما بقى عن رقم 9 اللي مش لاقي له لاعب، ده ومبابي جاي ولا مش جاي؟ فاحنا قررنا ان احنا نجيب الفتاك الفايكنج ايرلينج هالاند. سامحني بقى يا عم مبابي، على ما اظن كده بقى جه الوقت ان احنا نصحى. شكرا للاحلام لحد كده. فياريت تقول لي يا ابو الكباتن عاوزين نعمل الاختيارات دي على نادي تاني مين؟